الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سيد الوزير، سيد كاتب الدولة، السادة الكتاب العامين، السادة الأطار ومسؤولين أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي لهيئة تحدي الألفية المغرب، السيد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد مرة أخرى بأن أترأس هذا الاجتماع، اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تحدي الألفية المغرب، الذي يصادف الانعقاد مرور سنة على دخول برنامج الألفية الثاني حيز التنفيذ، وهو برنامج التعاون الميثاق الثاني الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة التحدي الألفية الأمريكية. هذه مناسبة لتقييم حصيلة تنفيذ هذا البرنامج طيلة هذه السنة، حصيلة تنفيذ كل برنامج من البرامج المكونة لهذا البرنامج العام، وأيضا استعراض المراحل التي سيتم إنجازها في المستقبل القريب، والوقوف على بعض على الشروط الضرورية لهذا الإنجاز، ولنوفي بتنفيذ هذه البرامج في الأوقات المقررة والتي اتفقنا عليها. وكما تعرفون فإن هذه الأهداف المسطرة في هذا البرنامج، والتي كانت مجال تشاور موسع قبل الاتفاق عليها، تستجيب للتوجيهات الملكية السامية التي تعطي الأولوية القصوى والأهمية الكبرى من جهة لتثمير العنصر البشري، من هنا مجال التعليم، مجال التكوين المهني، و تشجيع وتيسير الاستثمار، ومن هنا الاهتمام بالمناطق الصناعية وبتسوية مشاكل العقار. وبهذه المناسبة نجدد الشكر لهذا التحدي الألفية على دعمها للجهود التنموية لبلادنا. حضرة السيدات والسادة، أريد أن أنوه في البداية بالمقاربة الاستباقية وبالمنهجية التشاركية وبالحكامة الجيدة وقواعدها التي تميز هذا البرنامج، والتي تشكل محدد أساسي في نجاحه وتملكه من قبل جميع الشركاء. كان هناك الحرص باستمرار، وسنحرص على أن الجميع يكون مشارك في التفكير، يكون مشارك في التقييم، يكون مشارك في التنفيذ وفي المراجعة. وهذا شيء مهم، لأن الجميع يحس بأنه هو معني مباشرة بالبرنامج، لأن تعاون الجميع وانخراط الجميع لانخراط الفعل العملي شرط من شروط نجاح هذا البرنامج. وهذه المقاربة اللي فيها التشاور والتشارك وانخراط الجميع من خلال هذين الآليتين هو من بين ما يميز هذا البرنامج، ويميز المقاربة التي وفقها ينشئ هذا البرنامج. وهذا يعتبر تجربة رائدة، لأنها أتاحت أيضا فرصة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في تنفيذ هذا البرنامج، وكذا في تتبع إنجازه. وهي تجربة بطبيعة الحال كانت هناك دائما جهود لتبنيها حتى في برامج وفي مشاريع أخرى خارج هذا البرنامج للتحدي الألفية، وخصوصا في مجال التنمية البشرية، في مجال الاستثمار، وفي مشاريع إصلاحية أخرى. وأغتنم فرصة هذا اللقاء ليعبر عن ارتياحي لما تم إنجازه في هذه السنة الأولى في تنفيذ هذا البرنامج. وأريد أن أشيد بمختلف الشركاء ومختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا البرنامج،
الجهود التي يبذلونها. أريد أن أشكر الجميع سواء كانوا مسؤولين أو أطر أو كفاءات أو مؤسسات من القطاع العمومي أو أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني كما قلنا، واللي عندهم واحد المشاركة وازنة. وهاد أثمرت هذه المنهجية وهذا العمل اللي تم الحمد لله، أثمرت تقدم ملحوظ في وتيرة إنجاز المشاريع في الميثاق في شقيه، سواء المتعلق بالتربية والتكوين من أجل القابلية للتشغيل أو في من جهة أو إنتاجية العقار من جهة ثانية. ففيما يخص برامج التنمية التربية والتكوين من أجل القابلية للتشغيل، تم تخصيص صندوق شراكة الممول من قبل هيئة التحدي الألفية وحكومة المملكة المغربية من أجل دعم مشاريع في التكوين المهني. ويعتبر هذا الصندوق آلية نموذجية لإرساء شراكة فعلية في مجال التكوين المهني بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن توفر شروط نجاح هذا المشروع، وأيضا من استجابة لحاجيات سوق الشغل. كما تم تسجيل تقدم ملموس في بلورة مشاريع المؤسسة النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية على المستوي المركزي والجهوي، علما أن هذه المشاريع سيتم تعزيزها بمساهمات من المجتمع المدني بتمويل من صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل. وبالإضافة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة أضيفت جهتان أخريان في المشروع، هما جهتي فاس مكناس ومراكش أسفي، لتصل في النهاية عدد المؤسسات المستفيدة إلى 90 مؤسسة تعليمية، وهذا رقم مهم جدا. وسيعرض على مصادقة مجلسنا اليوم تعديل الاتفاق التنفيذي لمشروعي التعليم الثانوي والتكوين المهني ليشمل هاتين الجهتين مع عدد من التعديلات الجزئية الأخرى. من جهة أخرى، فيما يخص برامج إنتاجية العقار، عرف الشق المتعلق بالعقار القروي إنجاز العمليات التحضيرية لإطلاق عملية التمليك بدائرة الري للغرب، والتي تهدف إلى الوصول إلى 460 ألف هكتار في النهاية، إلى 46 ألف هكتار أعتذر، إضافة إلى دراسة إمكانية توسيع عملية التمليك تشمل أراضي جماعية على مستوى دائرة الري للحوز، وهذا شيء مهم يضيفه دائرة أخرى. وهذه العملية ديال التمليك عملية مهمة وغير مسبوقة، وستؤدي إلى حل إشكال مزمن منذ بداية الاستقلال. الجميع كيعرف الأهمية ديال تسوية العقار فيما يخص الأراضي السلالية أو الجماعية. وبخصوص العقار الصناعي أيضا، سيتم قريبا بشراكة بين الوكالة ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إطلاق صندوق المناطق الصناعية المستدامة كآلية نموذجية لتحسين شروط حكامة واستدامة المناطق الصناعية ببلادنا، وذلك بمشاركة فعالة من طرف القطاع الخاص لا سيما جمعيات المناطق الصناعية بالمغرب. وفي مجال حكامة العقار، نسجل أيضا بارتياح تجاوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الحكومة، ذلك أننا طلبنا منه أن ينجز هو دراسة حول السياسة العقارية للدولة كتوطئة لإعداد استراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل لتنفيذها. كان هناك تفكير من غادي نعطيه واش نشوف مركز دراسات ولا نديرو حنا داخليا هنا انتر ولا على آخره، قلنا من الأحسن يتكلف به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نتيجة التجربة اللي عنده، ولأنه مؤسسة دستورية مستقلة وحنا في شراكة معه بطبيعة الحال ومع هيئة التحدي الألفية المغرب. إذن هذه أهم المحاور ديال البرامج، والتي كما رأينا فيها تقدم وفيها إنجاز بعد سنة واحدة فقط من العمل، وهذا شيء مهم. وكما علمت أمس مع الإخوان المشرفين على البرنامج، فإن تقدم البرنامج هذا الثاني كان أسرع من تقدم البرنامج كومباكت أسرع، بمعنى أننا استفدنا من التجربة الأولى
ودققنا أكثر في طريقة الإنجاز والتنفيذ والإسراع. بطبيعة الحال كما يعرف السيد المدير العام ويعرف السيد المقيم المشرف المقيم في المغرب أني تحت تصرفهم في أي وقت، في أي وقت طلبون تدخل للتحكيم أو للإسراع أو لتسهيل أي ملف، فبطبيعة الحال أنا موجود، وليس فقط بالنسبة لهذا البرنامج، جميع البرامج نقول لإخواني في القطاعات الأخرى، لأن أظن بأن الإسراع في تنفيذ البرامج وإزالة الحواجز المعيقة واللي كتؤدي التأخير هو باب من أبواب النجاح، ولكن أيضا باب من أبواب التنمية. أنا أظن بأن من بين الأمور اللي كتؤدي، إحنا كندير واحد العمل ضخم للجميع الحمد لله، أنا أحيي الجميع لأن جميع الأخوات والإخوان اللي هنا ولا في القطاعات راه كيدير واحد الجهد كبير، ولكن عامل الوقت في كثير من الأحيان نتيجة أن التنسيق في أحيانا لا يكون في المستوى المطلوب يؤخر الملفات. هذاك التأخير راه يستنكو ثمن في التنمية، كان أخروا التنمية نسبة النمو في بلادنا راه من بين أسباب أنها ليست في مستوى الجهود المبذولة، وأن الزمن لا نعطيه القيمة دياله الحقيقية، ما يجب أن ننجزه في سنة ننجزه في ثلاث سنوات طبيعي، إذن هذا النتيجة العائد التنموي كان قسمه على ثلاث سنين، بدل ما يعطيني 1% يعطيني 0.3. عيت ما نفكر في هذا نسبة النمو، لقيت هذا من بين المداخل، وأن شي إدارة كتكون عندها واحد الملف ربما ما كتعرفش الأهمية ديالها، كتعامل معها بشوية شوية ديال البطء وكان فقدوا الوقت. الوقت عامل أساسي في الإنجاز وفي النمو وفي الفوائد التي ستعود على المجتمع وعلى الشباب وعلى المواطنين اللي كينتظروا العوائد ديال هذه البرامج والتي يبذل فيها جهود كبيرة. حضرة السيدات والسادة، إذن في الأخير لا يمكن إلا أن ننوه بالجهود التي يبذلها الجميع العمل الدؤوب الذي يواكبون به تنفيذ هذا البرنامج، برنامج الميثاق، وأيضا أريد أن أنوه بالسادة الوزراء والمسؤولين بالخبراء بالأطر في كل من الوكالة وهيئة تحدي الألفية المغرب ومسؤولي وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، الحمد لله اللي جميع اللي خدموا هذا البرنامج خدموا كما قلت في البداية بانخراط وبتملك، وأنا بكل إعلان وجميل السيد المدير العام أمس يعني عبر السعادة دياله بالتعامل ديال الجميع، وأريد أن أحث الجميع على الاستمرار في نفس المستوى ونزيدوا لأن نزيدوا ساعات في العمل في اليوم ونسهلوا مهمة برنامج أحسن من نأخروا وبالتأخر تتعقد الأمور وليس تسهل. وأيضا إذا أغتنم هذه الفرصة لأدعو الجميع والوكالة إلى مضاعفة الجهود في المستقبل لنسير بوتيرة أسرع مع جودة عالية، لا نريد وتيرة بدون جودة، الوتيرة بالجودة. وأظن أنه الوفاء بالالتزامات، التزامات المملكة المغربية شيء مهم جدا ويجب أن نحرص عليه، على كل حال الوفاء بهذه الالتزامات ستعود بالنفع على المملكة المغربية نفسها، على المواطنات والمواطنين. وأحيي الجميع على العمل الذي يقومون به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه الكلمة